بس لا نسمح بمنح الإعانات، إعانات التوظيف لمن يدفع أقل من هذا الراتب. معدلات بنك الشواغر اللي احنا عندنا في الوزارة ارتفع من حوالي 1500 إلى 5300 شاغر متاح مفتوح، يحسن الشباب اختيار تخصص المستقبل. يعني عندنا دار مثلا 9 إلى 60 تشوف فيها 30 إلى 40 شخص. أميل في الأخير إلى تصفية كثير من الجمعيات إذا بقيت عاجزة عن أداء مسؤولياتها. والله يعني يمكن من الأشياء اللي يحق للبحرين أن تفتخر فيها مو بس الحكومة، الحكومة أيضا معها قطاع الأهلي، قطاع رجال الأعمال، قطاع يعني السلطة التشريعية، كثير من القطاعات اللي أسهمت في جعل البحرين تمر بهذه الظروف الاستثنائية وتحتفظ بقوة العمل في السوق. مو بس أنك أنت تمنع التسريح، أنت عندك قوة وطنية كبيرة مؤهلة درست وتدربت واستطعنا أن نبقيها في أماكنها في الوقت الصعب. الآن أنت باستعراضك للقطاعات الاقتصادية تشوف أن غالبية القطاعات بل عادت إلى التوظيف، مو خوف من التسريح. عندنا يعني معدلات قدرة هذه المنشآت في القطاعات المختلفة على توليد فرص عمل جديدة. هذا يعني احنا بعد ما تجاوزنا موضوع معالجة او محاولة منع التسريح، وقدمنا الحكومة قدمت الدعم، حزمة الدعم، وقدمت الرواتب، وقدمت الاجراءات الاستثنائية لتشجيع اصحاب العمل للاستمرار وتحمل الظرف الصعب. جينا حق الان مرحلة توليد الوظائف، الحمد لله واحنا نعلن بان معدلات الوظائف اصبحت يعني حسب التارجت، حسب الهدف اللي احنا ننشده ان نتجاوز ال 2000 او ال 2200 توظيف شهريا، وهذا ماشي ويعطي مؤشر جيد. فمثل ما اكد لك يعني احنا كنا نتكلم في بعض الاحيان عن بعض القطاعات اللي تضررت أكثر، لكن غالبية القطاعات الإنتاجية مثل قطاع الصناعة، قطاع البنوك، قطاع الاتصالات، قطاع المواصلات، التجارة، هي مو بس عادت إلى طبيعتها، إن شاء الله عادت إلى طبيعتها، بل أصبحت تطلب التوظيف. لذلك معدلات بنك الشواغر اللي احنا عندنا في الوزارة ارتفع من حوالي 1500 إلى 5300 شاغر متاح مفتوح أمام المواطنين. ما نسمح إحنا بالنزول عن المعدلات الاسترشادية اللي هي مثلاً 1450 للجامعي أو 380 للدبلوم أو 300 للثانوية العامة، مو كأجور مقررة، كحدود دنيا كثير من الأجور تفوق هذه المعدلات. بس لا نسمح بمنح الإعانات، إعانات التوظيف لمن يدفع أقل من هذا الراتب، ولا حدث أي تغيير في مجمل. يعني إحنا نقول الناس وايد يفهمون الحد الأدنى هو الحد المقرر، لا، الحد المقرر هو مفتوح للتفاوض بين صاحب العمل وبين الموظف. معدل الأجور ما في انخفاض في القطاع الخاص ولا في القطاع العام. القطاع العام خلى على جنب لأن أصحاب الدخول الكبيرة لما يتقاعدون يدخلون ناس جدد قد يأثر على معدل، بس بالنسبة للقطاع الخاص لا، لا زال المنحنى يتجه إلى الارتفاع. هذا تحدي دائم أنك أنت تحافظ على معدلات توظيف الإناث بصورة مستمرة مع إجمالي عدد المتوظفين. فنطلع إحنا مثلاً تدريب متخصص مناسب يعرض على الإناث، طلعنا فكرة العمل الجزئي، استفادوا منه كثير من الإناث اللي ظروفها الشخصية أو الخاصة تقتضي أنها تشتغل 4 ساعات أو 5 ساعات أو 6 ساعات أكثر أو أقل.
قلنا العمل من المنزل أيضا شجعناه بأنه من مدعوم بالإعانات والمساعدات اللي تدفع لصاحب العمل، سواء كان كل هالأنماط متاحة. وإحنا نحاول أن دائما تلاحظون الشواغر الموجودة، أنا أقول بأن في فقط يمكن 25% منها يصلح للرجال فقط، اللي هو فيه يعني في قوة عضلية أو في قسوة أو شيء، بس دائما احنا نقول أكثر من 65 بين أنه مخصص للنساء أو مخصص للجنسين. إن الجامعيين من الأناث يفوقون 80%. فأنا إذا ما ننجح بالتعاون مع القطاع الخاص على تدليل الصعوبات اللي تواجههم وتسخير فرص عمل المناسبة والإكثار منها والإعلان عنها، كذلك تهيئتهم، يعني الموضوع الرئيسي اللي يهمني انهم ما يقبلون التدريب، يقبلون التدريب اللي بين المؤهل الجامعي وبين الالتحاق بالوظائف. عندنا يعني تدعيم لمهاراتهم الأساسية في الأمور الأساسية مجانا متاح لكل الإناث. أقصد مجموعة من العوامل اللي تزيد معدل توظيف الإناث من بين عدد المتوظفين الإجمالي. عندنا أكثر من 500 برنامج تدريبي مجاني ممول من تمكين، يساعد الشباب أن يعني يتحركوا شوية في إطار التخصصات المتاحة ويكتسبوا المهارات الأساسية. يحتاج حق صبر ويحتاج حق مثابرة من قبل الجميع. إحنا الحين راح في مشروع يسمونه يعني في بحرين سكيلز، مهارات البحرين، يعني في قرار بين مؤسسة هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ومشاركة وزارة العمل ومشاركة جهات عديدة، نبي نحط منصة نرشد فيها الشباب للتعرف على الاحتياجات اللي تتطلبها السوق والمجالات اللي ما عاد يتطلبها السوق، لكن تبقى الحرية، حرية الاختيار للشخص اللي يبقى يختار التخصص. احنا نقول يحسن الشباب اختيار تخصص المستقبل، انه يكون ملائم لامكانياته وقدراته وفي نفس الوقت مطابق لاحتياجات السوق المستقبلية. اختيار، فاذا احسن هو الاختيار، ولكن واجبنا ان نوفر مثل هذه المعلومات. واعتقد المشروع اللي قاعدين نشتغل عليه حاليا مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية راح يوفر مثل هذه المعلومة لأولياء الأمور وإلى الطلبة، ان يشوفون ان هذا التخصص عقب هالسنوات ما يقضيها في الدراسة كذا، او تخصصات معينة يتم اكمالها بمهارات وقدرات إضافية إلكترونية وتقنية وتكنولوجية تجعلها أيضا ملائمة لاحتياجات المستقبل. جالسين نحاول حتى بالنسبة إلى تخصصات عديدة مثل القانون، قاعدين نحاول نوفر دورات باللغة الإنجليزية في الاستشارات القانونية بالشركات، أو المهندسين قاعدين نسوي برامج خاصة مع مكاتب الهندسية. كل قطاع متطلب شوية جهد مشترك حتى نعالج ما حصل خلال 2020 و2021 أثناء معاناتنا من الكوفيد 19، إن التخصصات نستوعبها، التخصصات النوعية يكون مجالها يعني مفتوح إن شاء الله أمام الشباب. يعني معروف الأول كان كثير من الطلاب اللي يلتحقون بالجامعة ينسحبون، ما أدري 30-35% في السنوات الأولى يطلعون من الدراسة، أحيانا بسبب عدم صحة الاختيار، ما يكمل لنهاية المرحلة، يكتشف أنه هو قدراته مختلفة عن الشيء اللي درسه. نفس الشيء يصير بالنسبة لسوق العمل، كثير من الناس يتخرجون من شيء بعدين يشتغلون في شيء آخر يقولون هذا أكثر ملائمة، أنا أشوف روحي فيه أكثر. دور الإيواء يقل الإقبال عليها بالمقابل. يعني عندنا دار مثلا 9-60 تشوف فيها 30-40 شخص، الأول كان ما عندك
مكان للطلبات. الآن أصبح كثير من الأشخاص الأسر يميلون للاستفادة من دور الرعاية في تقضية أوقات مفيدة خلال النهار، ثم يعودون إلى أسرهم دون حاجة إلى الانقطاع عن الأسرة، فتبقى في محيط الأسرة. محكمة العدالة الإصلاحية تتضمن خبراء اجتماعيين ونفسيين. في ضوء ما يتم الحكم به من إجراءات تحت 15 سنة، هي إجراءات ليست جنائية، إجراءات إصلاحية اجتماعية نفسية. فعندنا إحنا مركز حماية الطفل، عندنا مركز بتلكو، عندنا في المستقبل مراكز للجانحين للأحداث اللي أقل من 15 سنة. كل هذه المراكز تقدم برامج اللي يصدر فيها أحكام للتأهيل والإصلاح والتعاون مع الأسر نفسها لتقديم الإجراءات اللي اتفق عليها، بعيد عن العقوبات الجنائية. هي كلها إجراءات علاجية اجتماعية إصلاحية، منها يعني التواصل مع الأسرة والتواصل مع المجتمع والتثقيف يعني شيء من هذا القبيل. وجالسين احنا الحقيقة نهيئ مراكزنا وهيئنا مراكزنا لاستقبال مثل هذه المسؤولية. فعندنا بالطبيعة الحال جمعيات ما تقل عن حوالي 350 وأكثر نعتبرها فاعلة ونشطة. عندنا جمعيات تقريبا 350، أي نعم، نعتبرها فاعلة ونشيطة. يعني في عندنا كثير من الجمعيات مثل ما شرحت أنت وقلت إن يعني لا تقوم بمتابعة وظائفها واللي معلنة في النظام الأساسي لها. في إجراءات تقوم فيها الوزارة أحيانا كثيرة باستبدال، إذا تعطلت أعمالها تقوم يعني بتعيين مجلس إدارة مؤقت لتفعيل أعمالها، أو أحيانا نادرة إحنا نلجأ إلى الحل. يعني قبل فترة أنا أصدرت قرار بحل أكثر من 15 جمعية. عندنا الآن جمعيات ما أبي أقول عددها، ربما يصل إلى 18 إلى 20، مرشحة لدراسة تصفية أعمالها إذا عجزت عن القيام بواجباتها النظامية والدستورية. وفي جماعة بين جالسين نتابعهم. بس أنا بعد ألاحظ نفس الظاهرة، أن يعني بعض الجمعيات تنشأ والقائمين عليها لأنهم متطوعين وغير متفرغين أحيانا ما يواصلون بنفس الحماس أداء يعني الواجبات اللي هم تفاهموا على إنجازها في من تأسيس الجمعية. حتى المخالفات اللي على الجمعيات المحاسبية والمالية قلت بشكل كبير بسبب تهيئة المسؤولين الماليين والإداريين داخل هذه الجمعيات لمعرفة طريقة أداء ما هي اللوائح والنظم. أنت تبي تنقل عدد كبير من الناس من مرحلة العمل التطوعي إلى عمل أكثر تنظيما وأكثر مسؤولية، بغض النظر عن كونه أنه هو مو موظف رسمي ملتحق بأي جهة من الجهات. فعملية التقييم مستمرة. أنا شخصيا يعني أميل في الأخير إلى تصفية كثير من الجمعيات إذا بقيت عاجزة عن أداء مسؤولياتها.